احنا هنحتفل النهارده معانا نجومنا وهنحتفل معاهم، ومش عايزين بقى نقعد نسال اسئله فنيه على قد ما عايزين نفرح النهارده مع حضراتكم مع ضيوفنا ونتكلم قد ايه امبارح كان ماتش جميل وقد ايه كلنا كنا شاعرين حقيقي بالفخر العالي جدا المتوقع برده مهما قلنا يعني. وبعدين في نقطه برده صغيره جدا كده سريعه معلش لازم نقولها، احنا بنتكلم في تشيلسي دلوقتي بطل اوروبا خلاص، بس بطل اوروبا يا جماعه بيتغير كل سنه، بطل افريقيا ثابت كما هو. حلوته. هو ده الفرق حلوته. هو ده الفرق. وعلى فكره الجدير بالذكر حضرات يمكن انا ونهواند سعداء الحظ جدا وحقيقي حقيقي بالمعنى الحرفي للكلمه متشرفين بان احنا يعني في خلال عام واحد ما كملناش حتى سنه تقريبا قفلنا سنه بالظبط يعني في خلال سنه عاصرنا مع الاهلي مجموعه كبيره من الانتصارات، مجموعه كبيره من التتويجات، بنتكلم في دوري وبنتكلم في كاس وبنتكلم في ثالث المونديال وبنتكلم في سوبر افريقي وبنتكلم في التاسعه وبنتكلم في العاشره ولسه جايين لكم في الكلام لسه في كتير. مليون مبروك لكل حضراتكم.